ان احنا بنحتفل بالميلاد الباكر. 6 اكتوبر ابطالهم، واحتفالا بمولد سيدي رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليتمم مكارم الاخلاق. واحنا الابطال مش في الحروب بس، الابطال في الانسانيه. من يحارب شرور، من يتبع ويتقي ويهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا بطل في الحياه على خلق مبدع، بنقتدي باخلاقياته. اللي يتكلم عنه الاستاذ الزميلي احمد حسن، لانه عن قرب منه عضو مجلس اداره اتحاد كتاب مصر، المبدع الشاعر احمد زميلي احمد حسن، صاحب دار وعي للنشر، وعي حبيبي. استاذ سيد، في بدايه كلامه ذكر انه يستحق الشكر لابطال اكتوبر هو الفنان احمد نواط. احمد نواط اللي كان يعرف، يعني انا شرفت العمل معاه في وزاره الثقافه المصريه عندما كان رئيسا لقطاع الفنون التشكيليه. هذا الجيل الذي احترم بالفعل، واظنه اخر جيل انا اكيد له بالاحترام، هو جيل الاستاذ سيد الجيل فنان احمد نواط. لانه لو بصيتوا لحلاوه هذا الجيل، احمد نواط مش موجود معانا تماما، لكن لم ينسى الاستاذ سيد ذكر بطل حقيقي كان معاه ويده في ايده في حرب اكتوبر. عشان كده هذا الجيل بالفعل يستحق الاحترام، لأنه جيل بيذكر بعضه بكل خير. إحنا بنفتقد في أجيالنا ده جدا، نفتقد إن إحنا نذكر بعض بخير حتى لو ما كناش موجودين. بنذكر بعض لما يكون في سوء بس، معرفش كأنه المبادئ والأخلاق ويانا تماما خالص. شاعر اللي أنا هقدمه دلوقتي، شاعر أنا أعرفه من 27 سنة. تقريبا هو بداية معرفتي في المجال الأول، بداية معرفتي بمصطفى البحر، بداية معرفتي بأمل عالم، بداية معرفتي بهذا المشبيشي، بهذا الجيل اللي اتعلمنا بجد ازاي نحترم بعض. اتعلمنا من الندوات والممنوح. انا اظن انا واحد من الناس قعدت تقريبا حوالي 5 6 سنوات لم اتحدث في ندوه واحده. كنا قاعدين نعمل كده، نسمع اساتذتنا كانوا بيقولوا ايه. الفرق دلوقتي مع هذا الجيل اللي احنا بنتفرج عليه، بمجرد ما يدخل النجوى ويقول شعر بقى شاعر مباشره، ولا يرى في غيره شاعريه تماما. هو الشاعر الاوحد في العالم بمجرد انه مسك هذه الحديده كما يقال. انا اظن انه هذا الجيل الذي ينتمي اليه النظام الجديد هو الجيل الذي اثر بالفعل في الحياه الثقافيه بشكل كبير جدا. كنا بدايه مشوارنا في الحياه الثقافيه ما كانش في لسه فيسبوك بس، كان من لم يستطع ان ينشر قصيده في جريده مثل الاهرام والجمهوريه في اخبار اليوم ما كانش بيعترف بيه شاعر، لانه كانت هذه الجرائد بمثابه الصف له في الحياه الثقافيه. دلوقتي الصفحات التي انشئت على الفيسبوك، بمجرد ان الواحد منا ينشئ صفحه على الفيسبوك اصبحت صدقا له انه شاعر. استاذ محمد عبد المنعم هذا الرجل الذي احييه معكم، كان من المتلقين معنا على معرض القاهره الدولي للكتاب، انا كنت رئيسا لمصطفى الشعراء. الهم ان معرفته بدات تقريبا في 92. افضل هذا الرجل ما يبلغ حوالي 5 قوانين شعريه، جميعهم ما بين الهيئه العامه للكتاب
تهيئ اصول الثقافه. وهذا انجاز اخر في حياه مهند بيه، لانه في هذا الوقت كان النشر في كتاب تهيئ اصول الثقافه يصعب على الكثير جدا الا ان يكون متحققا وشاعرا حقيقيا او مبدعا حقيقيا، سواء في القصه او الروايه او الشعر. فكان من ياخذ هذا الصك ايضا اخذ صكا بشعريته من هيئه حكوميه، لانه كان دون النشر في هذا الوقت كانت تعد على هذه الصوابع الخمس، خاصه دون النشر التي كانت تعمل في مجال الابداع. كان في الوقت ده لو حضراتكم لاحظتوا رجعت ورا لمده 20 او 25 سنه، معظم دور النشر مهتمه بحاجتين، مهتمه بالكتاب الديني ومهتمه بالكتاب الفكري، لكن الكتاب الادبي ما كانش بياخد حظه. الكتاب الادبي كان الجار او الاثنين اللي بتعمل فيه، وكان اللي بيشتغل او اللي بينشر في هذه الدور كبار ادباء مصر فقط. كان اللي ياخد نصيب من النشر مع هؤلاء العباقرة كان بالفعل بيقول عليه نال ما نال من الابداع. انا اشكر السيد المبكر الفنان التشكيلي احمد مروان، هو في جلبته الرد مش موجود معانا، لكن كان تحيه بالفعل كما قال الاستاذ جواري في البدايه لكل بطل شارك في حرب اكتوبر، كل جندي شارك في حرب اكتوبر، لانه بهذه المشاركة حماني أنا وحمى حضراتكم وحمى أسركم جميعا من الغزو الصهيوني الذي كان من الممكن أن يمتد إلى أن تعاد مصر محتلة احتلالا كاملا كما احتلت من قبل من احتلال فرنسا وغيره. أنا النهارده أسعد أن أقدم لهام منير هذا الشاعر الخلوق الذي كما ذكر جد نواري، لأنه برغم مشواره الأدبي الذي يمتد من أكثر من حوالي 30 عام إلا أنه يلتزم بالوضاعة. عندما تطلب منه شيء ليكون في الصدارة يقول لك دعني في الخلف. هذا الدين مع احترام الشديد للأجيال التي تعاقبت عليه هو الجيل الذي ينتمي إلى الإبداع الحقيقي. عايز أقول لكم حضراتكم حاجة على جيل هارمونين أخيرا. جيل هارمونين كان لا يدخل إلى هذا الوسط إلا إذا كان قارئاً جيداً لما سبق من الإبداع. إحنا للأسف النهارده بنعاني من ده جداً، بنعاني من إنه مفيش حد يقرأ ويأسس نفسه لمن سبقوه. عندما تجد شاعر عامية لم يقرأ كبيرة من الكرسي ولم يقرأ عبد الرحمن الأبيوبي ولم يقرأ فؤاد حداد، هذه كارثة. كيف يكون البيت بدون عداله؟